نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. فجازه يا رب خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله عز وجل، حيث أمرنا بذلك في كتابه الكريم فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الإخوة الأحباب، ها هو رمضان. من فترة بسيطة كنا نقول أنه سيأتي، وها نحن اليوم اقتربنا من منتصف رمضان. هذا رمضان هو عبارة عن سوق بدأ وبالطبع سينتهي. هذا السوق مدته 30 يوما، كل يوم يبتدي ثم ينتهي. ولكن هل وقف أحدنا مع نفسه وقفة ليسأل نفسه كل يوم: ماذا ربحت أو ماذا خسرت من هذا السوق؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي علمنا ذلك في القرآن الكريم، فقال في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ فالتعامل مع الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون كمعاملة التاجر الذي يحسب كل يوم مكسبه وخسائره. فأيها الإخوة الأحباب، رمضان لم ينتهي بعد، هناك مدة وهناك زمن وهناك وقت يستطيع كل واحد فينا أن يستدرك ما فاته من رمضان، وأن يؤهل نفسه ويدرب نفسه لليلة القدر. ليلة القدر هي الجائزة العظمى، ولكن هذه الجائزة لن ينالها الإنسان بسهولة إلا إذا تدرب على مدار الشهر. فأيام شهر رمضان هي عبارة عن تأهيل لهذه الليلة العظيمة التي جزاؤها وأجرها خير من 1000 شهر. فأوصيكم أيها الإخوة الأحباب، وأوصي نفسي قبلكم، أن نقف مع نفسنا مع أنفسنا وقفة حقيقية، وقفة لله سبحانه وتعالى. الله يوم القيامة يقول: وقفوهم إنهم مسؤولون. يقول سيدنا عمر بن الخطاب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. فقبل أن نقف أمام الله يوم القيامة لا بد أن نزن أعمالنا هنا، وأن نحاسب أنفسنا هنا، حتى نكون مستعدين وجاهزين للحساب عندما يسألنا رب الحساب. أيها الإخوة الأحباب، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. أحمد ربي حمد الشاكرين وأبتهل إليه ابتهال الخائفين، ابتهال من كثرت ذنوبه وقلت حسناته، أن يرحمنا وأن يعفو عنا وأن يكتبنا من عتقائه من النار. اللهم اكتبنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا يا رب على من عادانا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم بلغنا ليلة القدر واكتبنا فيها من عتقائك من النار. يا رب بلغنا ليلة القدر واكتبنا فيها من عتقائك من النار، واكتبنا يا رب في رمضان من المقبولين، ممن تقبلت صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة.